ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا، منها سكراب، منها بتفتح البشرة. المكونات بتاعت الوصفة سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت. عصير طماطماية واحدة، بتجيب الطماطماية وبتعصريها عادي، ما عايزة تبشريها براحتك وتصفيها براحتك، عايزة تعملي زي ما انا عملت كده، دي حرية شخصية، بس انا بحب اخلي البذور فيها لان بتساعد كمان مع السكر ان هي تعمل زي السكراب بعد ما تنشف الوصفة. بعد كده هحط زبادي وشوية شوفان، يعني قيمة نص معلقة ومعلقة حليب، يبقى معلقتين اتنين سكر، معلقة زبادي، معلقة حليب ونص معلقة شوفان، وعندي عصير طماطماية واحدة. هبدأ بقى انزل بالمكونات دي كده، اللي هو معلقتين اتنين السكر مع الشوفان والحليب البودر على الوصفة، واقلبها كده كويس. تمام كده اهي، الله اكبر، ولا زلت الجلد بيقسم فايه. تمام كده، بعد كده بتحطي تاخدي كمية كده وبتحطيها على البشرة، تبدأي تعملي لها زي سكراب كده للبشرة، وتسيبيها على البشرة لمدة من ربع لتلت ساعة. تمام كده اهي، طريقة دوائر، بلاش بعنف، خصوصا البنات اللي بتقول المناطق دي عندها السودة، فبحس ان الوصفة دي بتفرق جدا، طريقة دائرية بتبقى حلوة جدا، بترطب الجسم وبتستفادي من كل الفوائد. طبعا الوصفة دي حلوة جدا الاماكن الحساسة عندك، بتحطي كده وبتستخدميها، ممكن تزودي السكر في المناطق دي عشان يعمل زي سكراب، وبعد كده بتفركيها كده بالشكل ده، دوائر دوائر دوائر، وبعد كده بتغسليها عادي، بتغسليها عادي وتنشفيها وترطبي المنطقة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشاروا الفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد ممكن، وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم يا حبايب قلبي، مع الف سلامة، باي باي.